اعتبرت أوكرانيا أن في تسهيل الحصول على جوازات السفر الروسية لمواطني أوكرانيا تجاهل تام للقانون الدولي من قبل الدولة المعتدية. وأكدت الخارجية الأوكرانية في بيان أن إجراءات التخلي عن الجنسية يحددها التشريع الوطني. يأتي تعليق الوزارة بعد توقيع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على قانون ذي صلة. وأشارت الوزارة إلى أن الوثيقة الوحيدة التي توقف حق الجنسية هو مرسوم من رئيس جمهورية أوكرانيا. وفقا للقانون الذي وقعه الرئيس الروسي فإنه للتخلي عن الجنسية الأوكرانية يكفي توقيع شخصي عند أي كاتب عدل.